بالضبط. هو يعني الإجابة بسيطة روبي، بإمكان العرب والمسلمين يتعلمون من التاريخ الأوروبي شيء واحد، عندما يتوقفون عن وصف المسيح واليهود بالكفار. هذه الإعاقة يرفض الغالبية، حتى لا نعمم، يرفض الغالبية من العرب والمسلمين التعامل مع الغرب، التعامل مع الحداثة، التعامل مع الأفكار الغربية، لأنها بشكل بسيط أفكار كافرة جاءت من الكفار، ولا يجوز في الإسلام التعامل أو التعلم من الكفار. بإمكاننا أن نتعلم عندما نتوقف عن شتمهم، وعندما نؤمن بأنهم بشر حالهم حالنا، يتعلمون ويتثقفون وعندهم عقول مثلنا، عندهم أفكار، وصلوا إلى ما هم عليه الآن من تطور وتقدم بفضل عقولهم وليس بفضل دينهم. عندما نقف ونتوقف عن شتمهم وعن تكفيرهم، أنا أعتقد بإمكاننا تاليا أن نتعلم. نعم.